السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو، فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. رسميا، رياض محرز يتغيب عن مباراة اليوم، ومانشستر سيتي يتفوق على نادي ويست هام بثنائية نظيفة، وجماهير سيتيزنز تعبر عن غضبها وقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد فريقها. طبعا أعزائي المشاهدين، كل هذه الأخبار سنجمعها في فيديو وسأوافيكم بباقي التفاصيل. ولكن قبل أن تتعرفوا عليها أعزائي المشاهدين، أطلب منكم فضلا وليس أمرا دعمنا بزر اللايك، تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأطلب من المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلهم كل ما هو جديد أول بأول. حيث طبعا اعزائي المشاهدين، تفوق نادي مانشستر سيتي اليوم على نظيره ويست هام بنتيجه متواضعه بالنسبه لمباراه الذهاب التي انتهت بخماسيه نظيفه، علما ان المباراه قد تاجلت في وقت سابق بسبب اعصار ضرب مدينه مانشستر، وقد نشرت عليها العديد من الفيديوهات وشرحت لكم التفاصيل اول باول. وطبعا اعزائي المشاهدين، الهدافين في هذه المباراه كان كل من رودريجو وايضا كيفن دي بروين اللذان تالقا في هذه المباراه في ظل غياب رياض محرز. اما ايضا اعزائي المشاهدين، في اجواء مع بدايه مباراه تقريبا هجمت جماهير نادي مانشستر سيتي الانجليزيه الاتحاد الاوروبي لكره القدم خلال المباراه الفريق مع ويست هام في الجوله السادسه من الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا اعزائي المشاهدين، للاشخاص الذين شاهدوا المباراه في بي ان سبورت لم يسمعوا هتافات الجماهير الغاضبه الانجليزيه، ولكن الذين شاهدوها في قنوات انجليزيه التي بثت تلك المباراه، يعني لابد انهم سمعوا تلك الاغاني الصاخبه ضد الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وذلك بعد اصدار الاتحاد الاوروبي اعزائي المشاهدين قرار قبل عده ايام بمنع مانشستر سيتي من المشاركه في دوري ابطال اوروبا. وطبعا اعتقد ان الجميع تعرف على هذا الخبر، ويعني حضرتها لمده عامين من بدايه الموسم القادم، وتغريم النادي اكثر من 3 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وطبعا جماهير نادي مانشستر سيتي كانت حاضره بقوه، وحسب الشبكه يعني وموقع مانشستر ايفنينج نيوز كما تشاهدون في الصوره، رددت جماهير هتافات عدائيه ضد اليوفا او الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وقالت سنراكم في المحكمه زي المشاهدين. وايضا اضافت جماهير اللعنه عليكم، لن توقفوا مسيرتنا وسنظل اسياد انجلترا ابدا ودائما. وطبعا قالوا ايضا سنتحصل على دوري ابطال هذا الموسم، يعني لكي يبينوا لهم انهم من اسياد انجلترا. وللمعلومه اعزائي المشاهدين، رفع عدد من الجماهير لافتات معاديه للويفا اي الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وابرزها قالوا فيها اليويفا مافيا. يعني اعزائي المشاهدين، الاتحاد الاوروبي لكره القدم هي المافيا بحد ذاتها. وطبعا ننتقل الى رياض محرز الذي كان غائب عن هذه المباراه. وطبعا اعزائي المشاهدين، انا اقولها ومتاكد من كلامي ان رياض محرز سيكون لاعب اساسي ضد ليستر سيتي، والمقرره اعزائي المشاهدين هذه المباراه اليوم 22 من فبراير. وطبعا سبب غياب رياض محرز هو بديهي للغايه. البعض يقول للمعلومه ان المباراه الاخيره التي لعبها نادي مانشستر سيتي امام توتنهام، رياض محرز كان الأسوأ، يعني لا نقول الأسوأ، ولكن مستواه كان غير المعتاد، كان متدني نوعا ما. ولكن هذا التدني لن يصبح، يعني سيتغير في المباراة القادمة إن شاء الله. لن نتمنى له أن يبقى مستواه على حاله مثلما لعب في أمام نادي توتنهام. أقول لكم، بعض الجماهير كانت تقول لي في التعليقات، وأيضا بعض الأصدقاء التي ألتقيها وأصدقائي وزملائي، كانوا يقولون لي عفوا أن رياض محرز هو سبب خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام. ولكن قلت لهم يعني الجميع يخطأ، حتى غاندوغان ضيع ضربة جزاء، لماذا لم تحسبوه هو أيضا؟ يعني لماذا فقط رياض محرز؟ نحن نلوم رياض محرز، وأيضا عندما يفوز رياض محرز ويعني يبهرنا بفنياته، فننتقل إلى حبنا لرياض محرز. يعني أنا أسمي هذه الجماهير جماهير مصلحة كالعادة. أما بعد أعزائي المشاهدين، رياض محرز عندما يكون غائب في هذه المباراة، يعني مليون بالمئة سيكون أساسي في المباراة القادمة الذي كان يلعب يعني في فريقها السابق سنة 2016-2017، والذي حقق معها دوري الإنجليزي الممتاز آنذاك مع فريقه السابق ليستر سيتي. وبيب غوارديولا سيعول عليه إن شاء الله ب يعني نسبة كبيرة 90% أنه سيكون رياض محرز حاضر في المباراة القادمة أمام ليستر سيتي فريقه السابق، لأن لديه خبرة ويمكنه فك ثغرات وتشفيرات دفاع نادي ليستر سيتي. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا فيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم. لا تدعمنا بلايك، اشترك في القناه، تفعيل زر التنبيهات، ولنلتقي انا واياكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.